انا من السكان ديال حي الفرح. اش نقول لك اختي، حنا كنا في هذيك الدار الرايه كنجمعوا كنطويو في الحوايج ديال التبرعات ديال مراكش، كنطويو فيهم بحال هكا. واحد اللحظه كنسمعوا الترطيق، داك الترطيق ملي كنسمعوه فيه خرجت انا واحد السيد صاحبي، كنا كنجمعوا في داك الشيء، بقات واحد السيده هي وراجلها وولدها صغير، بقاو فهاديك اللحظه اللي انا خرجت انا وداك السيد كتبان لي الدار كتفرق. بديت كنغوت جيت بديت هربان معاك، كنغوت ويا تهو الدار كلها. انا دارنا هي اللي متكاله، الدار اللي لابت السيد بدا كيحفر، بدا شي 17 يوم كيحفر. غوت لي السيد انا كنساكن في الدار اللي لابت، نيت السيد مسكين راه تقريبا 48 سنه في المكازا، قال لي انت شوف الشق راه كدا كتشق، ما كاينش واحد تقول شي 30 ثانيه ما كاملاش خرجت من المكازا وخرجنا السيد هبطات صافي. وقعت الواقعة هادشي اللي عطا الله، الحمد لله ما كاينش الموتى، كاين جرحى ولكن الموتى ما كاينش. الحمد لله الحمد لله، تقدر تكون شي وحده ولا جوج هاد اللي كاينين الحمد لله، والحمد لله شنو خصنا المسؤولين اللي خديتو خدمتهم وحنا يعوضونا في هاد المحلات. حنا محلاتنا تسدوا، انا والاخ ديالي محل تسدوا، الام ديالي وخوتي اللي في الدار ومول السنان كلشي سبحان الله كريم.